طب يا جماعة، في بقى زي ما قلت في الأول إنه الفن دايما متهم وإن هو السبب في هذه الجرائم. هنشوف هل فعلا حقيقي ولا لأ. معايا حد عنده وجهة نظر مختلفة. معايا على الهاتف الكاتب والمؤلف الدكتور أيمن سلامة. مساء الخير يا دكتور أيمن، أهلا بيك في 90 دقيقة. مساء الخير يا أستاذة بسمة، وأهلا بيكي وبكل المشاهدين الكرام. أهلا بيك. الفن متهم إن هو سبب انتشار هذه الجرائم. للأسف الشديد ده اتهام، بس هو اتهام باطل. ليه؟ أقول لك ليه. لأن تعالي نشوف كده. أولا، هو إيه القتل؟ يعني جريمة القتل ديت هي عبارة عن إيه؟ عبارة عن فعل ما تعلم أي صفها إنه فعل إنساني قديم قدم الأزل. إذا رغبة الإنسان تعارضت مع وجود أحد، يعني أنا بيبقى عندي رغبة. أيوة، هي من أيام قابيل وهابيل. بالظبط، متفقين. فإحنا بقى عندنا بقى كل الجرائم الإنسانية التي تمت عبر تاريخ البشر، يعني من أول قابيل وهابيل، سيدنا يوسف وأخت سيدنا يوسف لما ألقوه في البير، لما زليخة حاولت أن هي تغوي سيدنا. أنا متفقة معاك دكتور أيمن. سيدنا عثمان بن عفان قتلوه، لما سيدنا علي قتل، لما تمام. كل الخلفاء الراشدين وكل الخلفاء في العصر الأموي والعصر العباسي تم قتلهم. بس ده ما أثرش على الجيل. لا، ما أثرش على جيل. ما يعني هي القتل، يعني ده اللي حضرتك بتقول عليه ده. تمام. ده ما أثرش على الجيل، دي حاجة في الخليقة، ما يعني موجودة من أيام قابيل وهابيل. خلاص، يعني خير وشر. لكن إيه اللي بيخلي إنه بيساعد الإنسان إنه يقوم بيها؟ في معطيات، في حاجات، أدوات بتساعد. الشاب الامريكي اللي قتل مدرسه بالكامل، هل هو اتفرج على افلام محمد رمضان؟ هل هو اتفرج؟ لا، بيتفرج على افلام تانية في امريكا. لا، مش هي والتيك توك والسوشيال ميديا عنده، منصات السوشيال ميديا. اقول لحضرتك، استحاله يكون تاثير الفن تاثير بهذا الشكل اللي هو يوصل بيه الى الاجرام والقتل. يعني انت مش معايا يا دكتور ايمن، معلش. طب خدني على قد عقلي بس. واحده واحده. دلوقتي أنا عندي شباب، الشباب دول بيبقوا عاملين يا دكتور أيمن زي القطنة البيضة، السفنجة اللي بتشرب كل حاجة حواليها. أنت ما بتيجي بتربي ابنك، حضرتك عندك ابن أكيد أو بنت، صح؟ تمام. بتديها كل حاجة قدامها، ولا مع السن والمراحل العمرية في مسموحات وفي ممنوعات؟ بالضبط، في مسموحات وفي ممنوعات. متفقين. حط دي على جنب، هقولك على السؤال اللي بعده. الدراما. انا دلوقتي ما بقاش عندي حاجه اسمها اندر 18 ولا مش عارف ايه، كله بيتفرج على كل حاجه. خلاص، تمام تمام. لما اجي اجيب افلام البلطجه والذبح والسكاكين والسيوف، وانزل وابقى انا الواد الفظيع الجامد اللي هو عشان انا بلطجي، هل انا دلوقتي على فكره بقى في نقطه مهمه جدا يا دكتوره بس. اتفضل. الافلام البلطجه وافلام العنف دي بقى لها 10 سنين ما بتنتجش، مش موجوده. يعني ده حقيقي بقى. يعني معنى كده انها، طب ما بتنتجش ليه؟ عشان كانت مؤثره تاثير سلبي. هل التاثير مستمر ورغم ذلك سايبه اثار لحد النهارده؟ لا، مش ممكن طبعا، مش ممكن. ده اجيال اتغيرت. لا يمكن، لا يمكن انا اقعد اتفرج على فيلم فيه بلطجه فحنزل اتبلطج، لا يمكن. عارف اللي عمل الجريمة النهاردة دي عنده كام سنة؟ شاب صغير 21 سنة. يعني تمام. يعني من 10 سنين كان عنده 11 سنة، كان واعي وبيتفرج. تمام، بس مش هيفضل معايا مشهد اتفرج عليه من 10 سنين مؤثر فيه ان هو يبقى مجرم النهاردة. استحالة. طب هل انت الفن طيب بريء يا جماعة من الكلام ده؟ احنا مش احنا يا دكتور ايمن، انا اتفرجت على المسلسل بتاع رمضان بتاعك بتاع رمضان، ومن المسلسلات الهادفة اللي ليها قصة وموضوع، وانت دايما يعني من غير بصراحة يعني مجاملة، انت دايما يعني عندك فكر حلو وبعيد، وانا ده بيعجبني. ويمكن ده يعني في رسالة،
وهي الرسالة انه البني آدم دايما يعني انه يقول انه الخير، وانه الواحد لما يشغل مخه والواحد لما يبقى بيور ونظيف انه ده ما بينفيش انه هو يقدر يتعايش مع المجتمع وياخد حقه خلاص، بالضبط. وانه الواحد يقدر ياخد حقه، وانه الضعف انك انت تقعد وما تاخدش حقك تمام خلاص. انا تمام يعني هل انا النهارده يعني انت كان ايه رسالتك من هذا المسلسل؟ قل لا، انا كانت رسالتي كانت رساله واضحه جدا، اللي هي ان الانسان يعمل يوتيرن اذا وجد نفسه في طريق خطا، ماشي في طريق خطا يلف ويعود مره اخرى. عشان تعلم الخطا مين؟ اللي بيعمله بعلم الناس اللي بتتفرج عليا، ان كل واحد يعني اذا الناس بتشرب وبتتعلم وبتتاثر بالدراما. تمام. بس هو في نقطه مهمه اقول لحضرتك على حاجه، عشان هو كده هو جوزها، لو انا علمت جوزها اللي الدراما، كان متجوزها لو انا علمت وكان الدراما قاسي كويس معاها، واللي عمله فيها في تمام زوجته في تمام المسلسل اللي هي ريهام حجاج وهو قيسون، هي عملت فيه ايه؟ خدت حقها كامرأة. انت نصرت المرأة في هذا المسلسل صح؟ تمام. ليه؟ علشان بس احنا نتفرج ونقول هي ده الست دي ذكية وحلوة؟ لا، انت لا، عايز وأعلم تقول المجتمع، انه وعشان أفيد طب المجتمع ما كان وأعلم ممكن المجتمع. تقتله. لا، ما هو أنا مش محبس فكرة القتل، تمام، ده مش حل. غيرك بيحبها وبيصدرها وبيتعلم اللي بيتفرج انتهت عليها. في ظل تدخل الدولة حاليا في الإنتاج الدرامي، في ظل شركة محترمة اسمها الشركة المتحدة بتقود العمل الإعلامي في مصر الآن، والعمل والإنتاج الدرامي، اتغيرت كل الكلام ده، وكل الكلام ده خلاص راح حاليا. لكن الحاجة المهمة قوي اللي أنا عايز أقولها، إن اتفضل. إحنا لو درسنا للولاد الصغيرين من هو صغيرين كده موسيقى، لو درسنا لهم واهتمينا إن إحنا درسنا لهم فنون تشكيلية، لو اهتمينا ودرسنا لهم دراما ومسرح وفن، هيطلعوا كويسين جدا، محدش هيطلع مجرم. الفن بيقضي على الإرهاب، فدي أنا مهمة معاك في ده جدا على فكرة. لازم وزارة التعليم تاخد دورها، بإن الأطفال من سن الابتدائي وهم لسه في الأطفال صغيرين كده في الابتدائي يدرسوا فنون. أنا لما أدرسوا فنون صدقيني مش هيبقى عندنا إرهابي، مش هيبقى عندنا إرهابي واحد، هيبقى فكره متطور وفكره ومرهف الحس، وعارف يعني إيه فن، وعارف قيمة الفن ودرسه، فهيبقى مختلف تماما، هنطلع جيل مختلف تماما. فده المفروض يتم حاليا للحد من هذه الجرائم. الفن رسالته ثانية، الفن مش هو اللي هيدفع المجتمع للخراب عشان كده انا بطالب انه لازم ننتقي الاعمال الدراميه، طبعا. ما انا ما موافقك تمام، لان انا موافقك احنا تمام، في مجتمع وفي ايام منيله ب 60 نيله، انا موافق الولاد بيقعدوا بيتشربوا وبيتفرجوا وبيقلدوا بمرضيه بمرض. فانا دوري في الدراما ان انا اوضح كل حاجه عايز اربي بيها هذا الجيل، اني ابينها انها ايجابيه والعكس سلبي. هو بيتعلم من ده، بيقلده كل حاجة في الشاشة دلوقتي، موافق جدا، بقت هي المعلم. لأن القادم أسوأ. إحنا عندنا شركة ديزني أعلنت خلاص إن هي هتقدم لنا أعمال هتخلي دي مصيبة الأفلام سودة تانية بقى، دي حاجة ده دي موضوع تاني، ده موضوع اه إحنا في مصيبة جاية. انت لازم بقى تجينا بقى عشان ليك دور بقى يا دكتور ايمن في يا هذا شرف لي، الموضوع، لان احنا عايزين نحسن ونعمل منتج للاطفال، انه ما يبقاش ان المنتج بتاعي هو ديزني وبس وميزني الله. طب ما اعمل في مصر منتج للاطفال اعلمهم فيه اللي انا عايز اعلمه، مش الكبار بس، لازم ابدا من الصغير قبل ما ابدا من الكبير. ده لازم 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 حقيقي ان احنا نواجه ده باقصى سرعه، بانتاج اعمال للاطفال مخصوص. لازم تتعمل قناه مصريه للاطفال، يا لازم سيدي عايزين أعمال مبدئيا طبعا، لازم لازم وعايزين منصات، ويعني عايزين إن احنا خلاص بقى يعني إن احنا نحارب ده بالعكس بالضد. احنا مش هننتظر ان هم يدخلوا بيوتنا بأفكارهم ويغيروا أنا معتقداتهم معاك، ويغيروا أفكارنا. أنا معاك. أنا بشكرك جدا دكتور أيمن سلامة الكاتب المعروف، و يعني أنا ما زلت مؤمنة كلنا يا جماعة علينا دور.
انتوا اللي بتشوفوني دلوقتي عليكوا دور في البيت، الاب والام، وانا عليا دور كاعلاميه، والدراما ليها دور، والمدرسه ليها دور، الازهر ليه دور، الكنيسه ليها دور، الجامعه ليها دور، البرلمان ليه دور. اذا كل دول اجتمعوا على ان هم يعني يوجهوا ويوعوا هذا الجيل في بعض النقاط اللي لازم انه يفتح مخهم فيها ويغير طريقة تفكيرهم، اكيد هيبقى في نتيجة كويسة.